سلام، اهلا وسهلا بك. هذه المره ولينا لكم سلسله فيديوهات جديده، لازم نجرب سبع اكلات غريبه تقليديه في سبع مدن جزائريه، وهذا الكل في سبعه ايام. شدوا احزمتكم، راكم رايحين تتمتعوا بسلسله الفيديوهات اللي جايه. مغامره البحث على اقدم واغرب اكلات تقليديه تبدا الان. حلقة اليوم راح تكون أول حلقة من هذا السلسلة، وراح نبداها في مدينة جزائرية تعتبر من المدن القديمة والعريقة في بلادنا العزيزة، وأنا خصيصا أول مرة نزورها. بلا ما نطول عليكم، إننا في عنابة يا بابا. مرحبا بك أخويا في عنابة، دار دارك أخويا. عنابة اسم الطبق اللي جيت على جالو باي روحو. درك السؤال، كيفاش راح نلقى هذا الطبق القديم العنابي في وسط البلد وانا ما نعرف حتى واحد وما عندي حتى معلومة على البلاد؟ انا باش نكونسونطري مع هذا الطبق ونلقاه وما يفوتنيش الوقت، اول حاجة لازم قهوة حليب. صباح ربي، راني هنا في وسط البلاد في مكان جميل جدا، وخلونا نبداو يومنا. بارك الله فيك حبيبي. جماعة الخير، أنا مقعد روحي بقهوة، أول قهوة في الجزائر وفي عنابة. سمحوا لي، ما كاش قهوة كما تاع الجزائر. وبتبار أنا مستريسي شوية لأني محدود بالوقت، لازم في 24 ساعة نلقى هذا بي روحو. كواسون ماما مي. درك انا باش ما نضيعش الوقت نعرف صديقة عرفتها في مواقع التواصل الاجتماعي، نوران بنت عنابة، نورمالمون هي تعاوني وما تختصر لي الطريق. الو نوران. صديقك مهدي تاع واسمو تاع لندن. يا اخي قلتي لي مرحبا بك في عنابة، كي تجي لعنابة اتصل بيا وراني حاصل. ايه يا نوران، شوفي نوران الله يسلمك، عندي تشالنج اللي هو راني نبحث على واحد البلا في عنابة، عندي 24 ساعة لازم نصوره ونروح الولاية الجاية. اوكي اسمه هو طبق عنابي تقليدي اسمه بيروحو. السلام عليكم. هاي صباحك خير. صباح عبالك سطرك ربي، كانت ماما مشي في الدار ونحسب هي اللي عيطت لي في التليفون، زيدوني ما نزلش خلع التليفون ما نعرفوش. والله جبتي لي الحاجة صافي سيدي. جبتك معايا ماما. شوف البلا سيبا تشالنج اكسبتد. مفرية شوف، قبل ما نروحوا للطبق الرئيسي والعتيق واللي تعبنا بلقيناه، راح ندور ناكلوا البزلوف العنابي. دونك ليتس جو. والله يا جماعة غير جابتني لواحد المكان كما يقولوا توانسة تركينا البوزلوف. كي تشوفوا أبوك شحال عندي ما كليتش بوزلوف أنايا، المرة الأخيرة كليته في المغرب. هنا نجيبك تزيري تزيري حرة. يلا في البلاصة دار هدي في قلب عنابة. تبعوا تبعوا المكتني الجوع، الخبز مع الهريسة. تشن تشن جماعة الخير، راهو الحق حنا في ألجي نقولوا له بوزلوف، هنا في عنابة واش يعيطوا له؟ الراس. شوفوا جمال الراس. عليه. بسم الله بسم الله. نبداو بالخدود، هي الحكاية ديالو لازم تدخل باليدين و بسم الله. شوفوا الهبرة هذه، دقيقة راني جايكم. بنت عيد الكبير حضرت لهنا. يا بنين يا جماعة الخير، والله غير بنين. شوفوا دواب يدوب، انا جو بونس فيه تتبيله سبيسيال ويطيبوا على زوج طرق. عنده واحد الفور قديم قديم ياسر كما راكم تشوفوا فيه، ومن بعد قبل ما يعطيهولك يطيبوا فوق الفحم. بلا البريفيري تاعي انا اصلا نهار العيد بوز الراس، كل ما يحضرش الراس ما يسماليش عيدا. وتاكلي هكذا المخ بالصحه والهنا. والله يا جماعه الخير من اطيب البوزلوفات اللي كليتهم في حياتي. وشوفوا يدوب اي جهه من الراس تتنحى وحده وحده، لا تتعافر لا والو، دير هيك تتنحى لله. غير هذا برك، شوفوا انا نحب العين، هذه اجمل بارت في الحكايه. شوف انا ما ناكلش. I'm sorry انا ما ناكلش العين. طبق الموت هذا يحيطوا له، هذا هو، هذه حكايه ستريت فود. هاي تضحك نوران، حبت تتبعني في الاخير. نو
رفدت العالم الابيض بصح العين تاعو حبيتي تبروفي لي جماعه الخير تجربه البوز اللوف والله الراس مع نوران شي كبير يا عمري نكست. باي روحو تدخل الحاجة دك كملنا لا جورني في عنابة وقلت لك ما تقلقش روحك سيبا قلت لك هاني من الاول قلت لك ما تقلقش ورانا لهنا عند الريستوران الحاجة هو اللي يفرزها لك رانا في منطقة واسمها السرايدي في أعالي عنابة في الجبل هذا الريستوران الحاجة اسمه ريستوران الحاجة هو الوحيد في عنابة اللي يقدر يجيب لك أطباق ولا يدوقك في أطباق عنابية تقليدية تولي قديم الزمان أعطيني معلومات على باي روحو باي روحو هذا من أقدم الأطباق في عنابة على اسم باي روحو لانه في كان في وقت العهد العثماني في 1750 كاك اللي اخترعوا احمد اغا وقت ما كانت عنابه تابعه لبيلك قسنطينه وكانوا يطيبوا غير للمولو والبايات في وقت البايات هذا من اقدم من الاطباق العنابيه اللي كاين بزاف ما يعرفوهمش لان يعرفوهم غير لي زونسيان ولو كان ماشي يمات نوران جو بونس بو كنت نلحق ليه انا جيت ليه من لندن الحاجه شكرا على العزيمه اشرحي لي كيفاش يتعمل هذا الطبق هو عباره عن طبق تاع دجاج يطيب في لاصوص تاعو لاصوص تكون شويه بطماطم مربيه بطماطم كعب كعبه طماطم مربيه شويه بصل شويه تقليه نورمال الدجاج طيبو نص طياب ابخي تنحيه دير له العظام والفارينه تتمرغدو فيهم ديرو تقليه وبعد ما تقليه هذيك لاصوص صي قاعده تبقبق حتى تنشف شويه وتزيد تخليه كي بعد ما يتقلى تزيد تحطه في لاصوص يزيد يطيب مع لاصوص وشويه من بعد معدنوس وسي دو سويت طاب معدنوس قرن فلفل وقارص على حسب واش فهمت انا هي وصفه عباره عن دجاج هذاك الدجاج يطيب في واحد الصوص ومن بعد كيجوج على مرحله كانها لا شابلور لا شابلور هذه معموله من الخبز ولا لا 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 هو فارينه وعظام فارينه وعظام اللي هو فارينه مع بيض ومن بعدك هو كشغل بان فراي ومن بعدك يطيب في لاصوص ديالو نجربوه هاي نجربوه اوكي باي روحو حسنا اعصر القارص قص عصر قارص وري اللي تشوفي كيفاش ها حكي تفضل البركه تاع الحاجه هاي والقرن الحار هذا داخل معاك هذاك داخل معاك تحب انت ها القرن الحار وكول وكول خوتي انا مستريسي حتى لدوك حتى لهاد اللحظه بسم الله شوف الدجاج كما طايب انا كجزائري ان بو سبيسيال هذا الطبق علاش كي شغل فراي تشيكن حنا في انجلترا تعرفوا الدجاج تاع الكي اف سي ولا الكنتاكي معروف سي لا ميم الذوق هو بصح دايرينه في صوص مرقه جزائريه هذا هو بيروحو شي كبير يا عمري اون فات عجبني طبق تحسوا انه شغل طبق تقليدي تاع بلاد قديم جدا والدجاج طايب بطريقه شوفوا الدجاج يدوب وحده وهذا هو الطبق اللي راح يمثل عنابه اشباح الصفراء قولي لي الحاجه سي كوا هذا الطبق اشباح الصفراء اللي هو راح نخدموا به لاجوني ديالنا في عنابه هذا بلاي يديروه محسوب للجزائريين كل اون جينيرال مي كل واحد كيما يطيبوا بطريقته تما حنا هذا وما فيهش اللحم مش مرقه حلوه باللحم هذا ان جو دير ان جو بالسكر والزهر والقرفه بصح هي المشكله كل كي بعضها هنا وين يكمل لا ديفيرونس في الشبيه هذا لوز مرحي هي عباره عن لوز مرحي يخدموه امبات كيما حنا عندنا اللحم الحلو بيان سي نديروا اللحم كيفاش يتاكل حاجه وري لي ها وشوف الشبيحه هذه هي يديروها لاباط هذه يديروها بالجون دوف والسكر واللوز ما ندخل ديركت ادخل شو قص بالموس لازم نقص قص بالموس قص بالموس دخل شو لازم يتقص بالموس اوكي شغل ان بات تاع لوز شغل بات الاخر بلا بسم الله مقليه في البلون دوف وتزيد تعاود تقليها بنين صباح وين العز
مي ما قدرتش نحمل مع الصفرة. عبالكم ما كنتش متخيل انها بنين. انا ما انا ما نحبش اللحم الحلو بصح الحكايه قاري في العجينه هذه. هذا كوا الحاجه والله غشي كبير يا عمري الحاجه هذا وغسل. انا اون فات كي لحقت العنابه كنت مستريسي، انا عندي تشالنج كنت خايف ما نكملش لا جورني، بصح كي شفت يماها مع الاول لقاء قالت لي ما تقلقش روحك حوايجك مقضيين في عنابه وكيما كان الحال. وشكون يزاد عاوني نقول لك فريمون فريمون ايزو وراء الكاميرا برودكشن تيم ايزو والله غير مدها دقيقه يكمل لك كلش نعيط جامي قال لي لا والله جماعه الخير امام بغادغوا الحق والله غير بارك الله فيكم جماعه الخير. الى هنا تنتهي سهرتنا اليوم، نلتقي في المدينه الجايه. التشالنج تاع النابا دان مع بيروحو الحجة. أنا نسلم عليك ربي يسترك ولدي إن شاء الله ونلتقيو مرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله في ساعة الخير ولدي نوران بيان سير البيك بو. شكرا بزاف أنا كتشالنج عباك بلي نحب التشالنج نكس ديستيناسيون تبعونا.